السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي ومتابعات قناة حرائق التعليمية مع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات الشرح. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، ولو أول مرة تتابعنا سبسكرايب، فعل الجرس ليصلك كل جديد. هلو كي جي 2، today we will take Connect Plus. النهارده هناخد مع بعض يا اصحابي Connect Plus Unit 3. its title عنوانه Let's go outside. هيا بنا نذهب للخارج. Let's go outside. Let's learn by playing. يلا بينا نتعلم بواسطة اللعب. مين يا اصدقائي هيركز معايا ويقدر يوصل لأعلى قمة في البرج؟ Can you reach the height to the floor of the tower? Let's try. هنبدأ مع بعض يا أصحابي بالفوكابلوري مفردات الوحدة. بما إن إحنا قلنا let's go outside هنطلع برا، يلا بينا نذهب للخارج. تعالوا شوفوا كده هنروح فين. أول حاجة مع بعض garden. garden يعني حديقة. garden يعني حديقة. حديقة الخاصة بالمنزل أو بالمدرسة اسمها garden. garden يعني حديقة صغيرة. ممكن أشوف إيه في الجاردن يا أصحابي؟ زهور وأشجار، وكمان ممكن أشوف ورود. عندي سرير كمان يا أصدقائي بيرد. بيرد يعني طائر. بيرد طائر. كمان ممكن أشوف بلانت. بلانت يعني نبات، زرع أو نبات اسمه بلانت. بلانت. معايا كمان صورة صديقتنا بي. بي نحلة. بي نحلة. طبعا هشوف في الجاردن فلاور. فلاور يعني وردة. فلاور. فلاور وردة. ممكن كمان اشوف فراشة جميلة ملونة كده، اسمها ايه يا اصدقائي الفراشة؟ بادرفلاي. بادرفلاي يعني فراشة. بادرفلاي فراشة. ودلوقتي معايا سؤال المتفوقين. read and number. اقرأ ورقم. شوف ايه الكلمة المناسبة للصورة وحط الرقم المناسب عندها. send the correct answer. ابعث الإجابة في الكومنتس أسفل الفيديو. listen and read. استمع واقرأ. أنا شايفة قدامي يا أصحابي وردة حمراء، فهقول عليها this is a red flower. this is a red flower يعني هذه وردة حمراء. هذه وردة حمراء. this is a flower. needs soil. it also needs water, sunlight and air. يبقى دلوقتي الزهرة الجميلة اللي قدامنا دي بتحتاج لإيه يا ولاد عشان تعيش؟ تحتاج لتربة، soil، تحتاج كمان water، مية، تحتاج لضوء الشمس sunlight and air والهواء. كل دي حاجات بتحتاجها عشان تتغذى وتقدر ان هي تكبر وتنمو. usage استخدامات اللغة. تعالوا نشوف يا اصحابي الزهرة بتاعتنا الوردة دي الحلوة بتتكون من ايه. اول حاجة يا اصحابي احنا بنحط البذرة في السويل تحت عندنا هنا في التربة. طيب ايه اللي بيحصل لما بتتعرض البذرة دي يا اصحابي لضوء الشمس sunlight والاير الهواء وكمان للودر المية بنسقيها مية، بتبدأ تثبت في الارض حاجة اسمها roots. roots يعني جذور. roots يعني جذور. الجذور دي بتبدأ تكبر كده يا اصحابي وبتتفرع تحت في التربة علشان تثبت الزهرة دي ايه لما تكبر، وبعد كده بتبدأ تكبر تاني وتطلع لنا حاجة اسمها stem. stem اللي هو الساق. الساق بتاع الوردة ده يا أصحابي اللي احنا شايفينه اللي هي هتعمل ايه هتثبت عليه اسمها stem. stem يعني ساق. والساق ده يا أصدقائي بيطلع منه ورق كده، ورق الشجرة أو ورق الزرع دوت. الأوراق دي اسمها leaves. leaves أوراق. leaves أوراق. وكمان تبدأ تظهر الزهرة في نهاية الايه شكل اللي قدامنا دوت. flower يعني زهرة. flower زهرة. يبقى دلوقتي الزهرة بتاعتنا بتتكون من roots الجذور،
stem الساق leaves الأوراق الخضراء أوراق الشجر أو أوراق الزهرة وفي الآخر خالص الفلاور اللي هي إيه الوردة أو الزهرة بتاعتنا. دلوقتي يا أصحابي معنا سؤال point ask and see يعني شاور اسأل وقول. What's this? ما هذا؟ What's this? ما هذا؟ صورة ايه يا اصدقائي اللي قدامنا ديت؟ Flower يبقى هنقول It's a flower. It's a flower. هذه وردة. طب لو عايزة اسأل عن حاجة جامعة قدامي هقول What are these؟ يعني ما هؤلاء؟ What are these؟ تعالوا كده نشوف. انا بشاور على ايه دلوقتي؟ بشاور على roots الجذور فهقول they are roots. they are roots. the sun is in the sky. الشمس تكون في السماء. the sun is in the sky. كلنا عارفين يا اصحابي ان في بداية اليوم الشمس بتشرق يبقى في الصباح in the morning the sun comes up يعني الشمس بتشرق in the morning في الصباح. طيب يا ترى بعد الظهر في وقت الظهيرة ايه اللي بيحصل؟ then it's high in the sky it's day. في وسط اليوم الشمس بتبقى في وسط النهار في وسط السماء. الشمس بتبقى موجودة في وسط السماء وفي آخر اليوم خالص يا أصحابي then it goes down it's night يعني إيه الشمس بتغرب وخلاص بيبدأ يجي الليل. لما الشمس بتمشي خلاص الليل إيه بيبدأ يجي. يبقى في الصباح in the morning the sun comes up الشمس بتشرق وبعد كده في نص اليوم الشمس بتكون في وسط السماء بتبقى إيه الأشعة بتاعتها قوية جدا. it is high in the sky it's day وبعد كده في آخر اليوم then it goes down it's night يعني بتعمل إيه؟ بتغرب الشمس وبيبدأ يجي إيه؟ الليل. الفوكاب بتاعتنا يا أصدقائي يلا نشوف الكلمات في الوحدة. عندي صورة إيه؟ صديقنا ده قاعد بيتناول وجبة العشاء. وجبة العشاء بيبقى الأكل خفيف كده يا أصدقائي مش أكل كتير زي وجبة الإيه؟ الغداء. dinner dinner وجبة العشاء dinner. school يعني مدرسة. school يعني مدرسة. معانا كمان يا أصدقائي صديقتنا ديت بتفطر الصبح أول ما قامت من النوم breakfast. breakfast وجبة الإفطار. breakfast breakfast وجبة الإفطار. bed bed يعني سرير. السرير اللي انت بتنام عليه اسمه بيد. بيد. صديقنا اللي قدامنا ده قاعد بيتناول وجبة الغداء. وجبة الغداء اسمها لانش. وجبة الغداء لانش. يبقى احنا عندنا يا اصدقائي تلات وجبات خلال اليوم. بريكفاست الفطار. لانش الغداء. دينر وجبة العشاء. ميعادنا مع سؤال المتفوقين. تشوز اختر الإجابة الصحيحة. شوف الصورة والكلمة المناسبة ليها. send the correct answer. ابعت الإجابات الصحيحة في الكومنتس أسفل الفيديو. يلا يا شطار. السؤال اللي معانا بيقول choose. choose يعني اختر. يا ترى الصورة اللي قدامنا دي أصحابي صورة إيه؟ صورة flower. برافو. أنا بين القوسين موجود عندي كلمة be وflower. يبقى هنا هحط سيركل على كلمة flower. flower يعني وردة. طيب تاني صورة صورة bird. bird. bird يعني طائر. يبقى احط دايرة على كلمة bird. كمان معانا سؤال unscramble. unscramble يعني اعد ترتيب الحروف. يلا نشوف كده الصورة اللي قدامنا دي اصحابي صورة ايه؟ صورة garden. برافو عليكي. garden يعني حديقة المنزل او حديقة صغيرة. طب نشوف كده يلا بينا حروف كلمة garden. G A R G E N garden. وكمان معانا الصورة اللي بعدها صورة نبات. نبات plant. نبات plant.
plant. plant. ودلوقتي معادنا مع الفونكس الصوتيات. يلا نشوف هنعرف النهاردة leader ال leader ال sound leader ال ل ل برافو عليكي sound leader ال ل زي حرف اللام في العربي ل. طب يلا نشوف أصحاب leader ال. احنا النهاردة أخدنا مع بعض وجبة الغداء، وجبة الغداء اسمها lunch بتبدأ بليدر ال lunch. يلا سبيل معايا كلمة lunch L-U-N-C-H. برافو. هنا نطقنا C-H lunch lunch. البنوتة الحلوة اسمها ليلى، ليلى بتبدأ بليدر ال ليلى. يلا نشوف أصحاب لدور ال. البنوتة اسمها ليلى وكمان لانش الغداء، وجبة الغداء اسمها لانش. هناخد كمان لدور اكس، لدور اكس ساوند لدور اكس. يلا نشوف أصحاب لدور اكس. ما عندناش كلمات بتبتدي بلدور اكس، فاحنا هنجيب كلمة آخرها لدور اكس زي كلمة فوكس. فوكس ثعلب، فوكس ثعلب F O X. كمان معانا النهارده ليدر واي، ساوند ليدر واي يا، ساوند ليدر واي يا زي حرف الياء. يلا نشوف اصحاب ليدر واي، ده عنده اصحاب كتير. اول حاجه معانا يوجرت، يوجرت يعني زبادي، يوجرت. سبيل معايا كلمه يوجرت Y O G U R T يوجرت زبادي، يوجرت زبادي. كمان معانا صورة اللون الأصفر، اللون الأصفر يا أصدقائي يلو، يلو Y E L L O W يلو أصفر. يبقى أصحاب لدر واي يوجرت زبادي ويلو أصفر. سؤال المتفوقين يا أصدقائي write the word، اكتب الكلمة. send the correct answer، ابعت الإجابة الصحيحة في الكومنتس أسفل الفيديو. مين شاطر هيحل معايا؟ وبكده يا أصدقائي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ووصلنا فعلا لقمة البورد بشطارتنا وتمام.